صدق وراك شري الفساد الفساد اخويا اللي كثر. اسير طلع لي المدينه غتلقى الدريات مصافين مساكن ايه من جمال وتبيعوا في الحموم امي والعيالات ولاو ولات كل وحده هزه العوره ديالها وكتصور كتقول لك انا لقيت الفلوس في اليوتيوب ما لقيتش الخدمه وليت كنعري لحمي في السوشيال ميديا باش نخدم باش يدخلوني الفلوس. العائله راه ما كاينه لا عائله لا مولاي بويه، عائلتك هي كتافك وهي دراعك وهي جيبك. الله يرحم ليكم الوالدين، بارطاجيو لنا هذا الفيديو، بغيت صوتي انا يوصل. مغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، معاكم حنان. انا خويا ساكنه غير في الكاريه في دوار حجر في حميريه تابعين العين حروده. اخويا اش غادي نقول لك اخويا، لا اله الا الله، مكرفصين اخويا. احنا خويا يتامى الوالد ديالي الله يرحمه. انا قصه ديال الوالد ديالي كان سامح فينا 9 سنين تا النهار اللي توفى الله يرحمه الله يسمح ليه. عاد عيطوا لينا جيب باك مات، حضرنا الدفين ديالو. الوالد ديالي ما كان كيصرف علينا ما شي حاجه، كانت هزنا غير الوالده، هزه خمسه ديال النفوس هي اللي كبراتنا تقاتلت علينا. واخا الحمد لله ما درنا والو في هاد البلاد السعيده والو. احنا هي 22 عام عندي، 22 عام ما درتش فيها والو، مشات هباء منثورا والحمد لله. انا عندي دابا بنيه بغيت غنخدم وما لاقياش اخويا حتى الخدمه، والخدمه ما كايناش. وكنعرفوا زيد في الاسعار، زيد في اللحم، زيد في المطيشه، زيد في هادي زيد في هادي، والخدمه فينا هي. ورسالتي للحكومه وديروا لينا فين نخدموا، واحنا البنات باغيين نخدموا. واش نمشيو نفسدوا؟ وراك شري الفساد الفساد اخويا اللي كثر. اسير طلع لي المدينه غتلقى الدريات مصافين مساكن ايه من جمال وتبيعوا في الحموم. علاش؟ حيت الخدمه ما كايناش، الخدمه ما كايناش. وانا بغيت فين نخدم انا؟ انا عندي دريه، بنتي عندي بنت عندها دابا 3 سنين دابا طالعه فيها، باش غنوكلها وكتزيدوا في مطيشه؟ باش حنا غنشريو مطيشه؟ دخلنا عليك اخويا بالله لما ضرب دويره تما واش غتلقى مطيشه ولا غتلقى خيزو؟ ما كاينش والو. وكنت عايشه في اوروبا راه ما غيوقعش ليا بحالكم. ما غاداش نتكرفص، اول حاجه ما غنتكرفش، غادي نخدم، غادي يعطوني فين نسكن وفين هو السكن بعدا. وحنا ساكنين في سكن غير لائق، عايشين براكه. والله الا صبت الشتا البارح نقطات دخل علينا الخطره، بنادم مكرفص القز طاير غدو على الغدا طاح لك هاد البراكه، شكون اللي مسؤول علينا؟ خويا حنا عيينا وراه عيينا والله تعيينا وعيات بينا. حنا راه بغينا مسؤولين يديروا لنا خدمه، بغينا جلاله الملك الله ينصرو يدير هاد الامهات فين يخدموا. دير الشباب وبنادم عنده الشواهد وما لاقيش الخدمه، وصحاباتي قارين في كليه الحقوق وما لاقيش فين يخدموا. حسب الله كان اللي ما عندي لا صنعه لا والو، وانا بغيت نخدم ندير الميناج، عطيوني فين نخدم. والعيب والعار لا ما خدمتش، عطيوني فين نخدم، عطيوني خدمه، عطيوني سالير. تا انا كبنت الشعب انا راه مواطنه مغربيه ومن حقي نعيش عيش كريم في بلادي، وانا راه عايشه عيشه مكرفصه. وفين هو الدستور؟ عاطيني شحال من حق؟ فين هو الحق في السكن، الحق في العيش، الحق في الخدمه؟ وما كاين لا خدمه لا مولاي بويه والو. كلشي تلاحنا السوشيال ميديا، كلشي ولا مسكين كيعري راسو، روتيني اليومي. والعيالات ولات كل وحده هزه العوره ديالها وكتصور كتقول لك انا لقيت الفلوس في اليوتيوب، ما لقيتش الخدمه، وليت كنعري لحمي في السوشيال ميديا باش نخدم باش يدخلوني الفلوس. حتى انا مشيت انا نعري لحمي باش نتخلص. علاش هاد روتيني اليومي كثر؟ انا بغيت يقولوا لي علاش هاد المغاربه روتيني اليومي كثر؟ حيت الخدمه ما كايناش، وانا بغيت نخدم دابا ما لاقيش الخدمه. صحاباتي كلهم يضلوا يدوروا حاتي على الدبلومات والشواهد، قال لك الخدمه ما الخدمه ما كايناش الخدمه. اش وشوف انا مشيت عند المقدم كنقول لي عطيني شهاده السكنه، تيقول لي ما عطيهاش لك، بدا يعاير ويسب فيا. هاهي دابا المواطن مقموع محقور. واليوم مشيت الحمد لله مشيت لعند خليفه ديال القيد، عاودت ليه قيد لي سميتي وكنيتي، قال لي غيجي القيد غادي نحكي ليه هذا الشيء اللي وقع لك. احترمني الله يرحم لي الوالدين، عاملني معامله زوينه، استقبلني استقبال زوين الله يجازيه بخير. انا خوتي دابا اللي كنطلب الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين، بارطاجيو لنا هذا الفيديو، بغيت صوتي انا يوصل، بغيت صوتي يوصل للمحسنين، بغيت صوتي يوصل للناس، بغيت صوتي انا ما كرهتش يوصل لجلاله الملك يشوف من حالنا. راه حنا مكرفسين، راه حنا مكرفسين، وراه عباد الله زدتوا لينا في اسعار، احنا ما لاقين شي من ناكلو. راه بنادم ولا كيتضارب على خمسه الخبزات، بنادم ولا كيتضارب على اتاي. احنا مغدين قسما بكم بالله يا مغدين بالخبز واتاي والبيض، باش مغدين حنايا دابا عاد تغدينا. وراه بنادم مكرفس والله، حتى بنادم مكرفس اخويا. انا اخويا والله ما كرهت نهرب، وحق لا اله الا الله ما كرهت نهرب، حيت راه عييت راه بزاف. وانا دابا عندي دريه، عندي خوتي، حنا راه غيتامى. كيقول لك العائله، ما العائله؟ راه ما كاينه لا عائله لا مولاي بويه، عائلتك هي كتافك
ويا دراعك ويا جيبك. انا العائله المعمره ما عقلت عليا، انا العائله اللي كتدخل وكتكتب واحد الفيديو كتباتو تحت من الفيديو اللي تلاح في الصحافه، دخلات كتبت واباكم واحد المعنى قالتها وراه باكم سيروا قلبوا عليه، راه داك اللي مات راه ماشي باكم. شكون انت باش كتبي لي داك الكومونتير راه ماشي باكم؟ كنتي عالمه عليه؟ شوف اخويا على جواب كتبات. دابا دي عائله هادي نتايا اللي غادي تفشخر بها، انا العائله اللي ما تسول فيا واللي ما تطلع عليا ما عندي ما ندير بها، ما كاينه لا عائله لا مولاي بويه. لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل باخر الاخبار.